طب انا جاي حالا. معرفش. بس روح قول اللي بعتك عيب. ما تقول لها يالا. طب يلا اطلع. اطلع! تيمين وبتخبطي كده ليه؟ سيد! استني هنا! مش بكلمك! مين دي يا سيد؟ مين دي؟ دي جيهان مراتي، سلمي عليها. يا نهارك اسود ومنيل بستين نيلة، انت بتتجوز عليا انا يا سيد بتتجوز عليا؟ ترمي نفسك وتكلمي بأدب بدل ما مد ايدي عليك. كمان تمد ايدك عليا؟ كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجة وحشة؟ عمري قصرت معاك في حاجة يا سيد؟ لا وانت قصرتي في حاجه يا رحاب. لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوك وابوك تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مره قلتلك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي. وانا راجل وليا طلبات. ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام. ولا ده هيكون بالنسبه لك 100 100 لو انا مش متجوز. بتباني يا سيد بعد كل اللي عملتهولك؟ بتباني بعد وقفتي جنبك؟ انا ما بعتكيش يا رحاب. واوضتك جاهزه جوه من مجاميعه. وجيهان موافقه تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله ولا تركبي شطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجاني؟ انا اللي استاهل. انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحمله. كنت بقول معلش معلش استحملي اهو ابو بناتك وعشره عمرك. كنت مطوعاك في كل حاجه ومصدقك في كل حاجه. انا اللي استاهل. أستاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد أبويا وأخويا من بيتهم. أنا اللي أستاهل عشان كنت عايزة أرجع أخويا السجن تاني. وكل ده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين أنا مش عارفة. كنت بصدقك إزاي أنا مش عارفة مش عارفة. عشان عارف إن قد إيه بحبك يا رحيم. وأنا بكرهك. بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره أبويا وبكرهكم كلكم. بكرهكم كلكم. شوف لك حته يا جيهان ما تنرفزنيش انت. يوووو رحيم بيه نزلوه. عملت يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ ما كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه اجري. ايه؟ اجري. وبعدين بقى ايه المفاجأة في الليلة السودة دي؟ هتيجي دلوقتي اصبري بس. لا مش قادرة اصبر بقى الصراحة زهقت. لو ما جاتش المفاجأة انا عايز امشي. حنان اصبري هردلك اعتبارك. الواد اللي تسبب في دخولك السجن هجيبه هنا تحت رجليك. مين ده؟ اصبري بس اصبري. الو ايه يا ابني انتوا فين؟ اتأخرتوا ليه؟
ايه؟ يعني ايه؟ رحيم مشاه؟ طب ماشي ماشي ماشي، خلاص خلاص خلاص، يلا سلام. حصل ايه؟ رحيم وقف العيال ومشى اللي اسمه كمال. كمال؟ هي دي المفاجأة؟ ومشى ليه؟ مش عارف، هكلمه وافهم. ما بيردش. هو رحيم بيعمل كده ليه؟ مش عارف، أكيد لما قابله هفهم كل حاجة. أنا مش قادر أصدق. أنا كنت فاكر إن رحيم ورا كل اللي بيجرى لك، هو اللي رادك في القضية، وبعدين هو اللي قربك، وبعدين هو اللي طلع لك دليل براءتك عشان يبان قدامك البطل اللي ما استغناش عنك. بس رحيم عمره ما كان كده. أنا كنت أقرب واحدة لرحيم قبل ما يدخل السجن، عمره ما عرضني للخطر ولو لثانية واحدة. طب إزاي يعمل كده وهو عارف كويس قوي إن أنا ممكن أتسجن طول عمري أو أموت فيها؟ تصور يحترم برضو. استني، أنا افتكرت حاجة مهمة دلوقتي. هشام اتخطف يوم خروج رحيم من السجن، وانتي اتورطتي في القضية تاني يوم، وهشام أصلا كان لسه مخطوف. يبقى ازاي رتبوا كل ده؟ شفت؟ يبقى أنا زي ما بقولك، رحيم ملوش دعوة بالكلام ده. أيوة، بس ده معناه إن في حد عايز يورط رحيم ويخليني نمشي وراه في نفس السكة. أيوة، بس مين ده وهيستفيد بإيه؟ مش شرط إن اللي بيحصل كله ده عشانك أنت، عشان رحيم. أنت الحلقة الضعيفة اللي يقدر يلي رحيم بيها. طب ويلهي عن إيه بالظبط؟ الأسئلة دي كلها إجابتها عند رحيم. أنت هتقولي له إن إحنا بنتقابل؟ أنا وهو بقالنا فترة ما نتقابلش. ايه ده؟ متخانقين ولا ايه؟ انا اسف مش بتدخل في حياتك الشخصية، بس انت عموما وصلتيني اللي انت عايزة تقوليه. عموما انا بشكرك على مساعدتك ليا. لا العفو علي، بس انا برضو عايز اسألك سؤال شخصي، هموت واعرف اجابته. لو عايزة تجاوبي جاوبي، مش عايزة ارفضي. بصراحة أنا مستغربة جملة زي دي تيجي من ضابط أمن وطني. أنا مش أي ضابط. معلش أنا آسف، يعني إزاي حد زيك يرتبط بحد زي رحيم؟ أنا ورحيم مش مرتبطين دلوقتي. بس بتحبيه؟ دكتورة مهمة زيك ترتبط بواحد مجرم وحرامي؟ أنت شايف إن دي حاجة عادية؟ والله أنا كل مرة بسأل نفس السؤال ده، عمري ما لقيت له إجابة. خلي بالك من نفسك. شكرا. كان المفروض تقولي قبل ما تتصرف من نفسك يا رحيم. يا ابني بقول لك ما كانش في وقت. انت ايه؟ الحاجة هدا كانت مرعبانة، والله اعلم كانت ممكن تعمل ايه وانت خاطف كمال. مش بعيد كانت تبلغ البوليس زي ما حصل قبل كده عشان تشوفنا هنخرج منها ازاي. حلو قوي حلو قوي، بس انا بقى في حاجات مش قادر افهمها. اول حاجه، انت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجه هدايا بس اللي عايزه تفهم حكايه ان احنا بندخل ونخرج من الامن الوطني كده عادي؟ انا كمان عايز افهم. ما ترد. انا لو رديت عليك يا حلمي ردي هيزعلك. زعلني يا سيدي؟ بس فهمني. انا بس هفكرك ان يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمن رقبتي، ما فتحتش بوقي، ما شكتش لحظة انك ممكن تخوني. وانا المفروض ايه بقى؟ احط جزمة بقى في بوقي وامشي وراك وانا ساكت؟ رحيم بقولك ايه، انا عايز افهم، في حاجات بتحصل قدامي كده انا مش قاريها. انا كنت مراقب كمال عشان اعرف اذا كان في حد زقه علينا ولا لا. ايوه بس كان المفروض تقولي. طب وانت قلت لي على اللي هتعمله النهارده؟ يا رحيم، هو انا المفروض استأذنك وانا جاي اجيب حق مراتي؟
مزعلك. ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا بت؟ في ايه؟ اسمي ريم، ما اسميش بت. طب تعالي يا ريم، تعالي. ده ايه ده ايه ده بقى؟ ايدك لدوحشك يا حبيبي. اصل انا حسيتك بتلمعي اوكر فقلت اجي اطمن. لا اطمن. انا عايز اطمن قوي. عبيط ده ولا ايه؟ ريم